Now, والآن. I'm pleased to invite Dr. Ali Abu Sinnah on behalf of Her Excellency Dr. Yasmin Fuad to deliver this speech. Abu Sinnah لتقدم لتلقي كلمتها. Thank you very much. شكرا جزيلا. His Royal سمو. His Royal Majesty. سمو الأمير. Princess عبد العزيز بن طلال وفخامة Queen Sophia. وسمية الأميرة صوفيا. ما أريد أن أثمن على دعوتكم لنا وعلى الباد بشكل جيد بالتجربة المناسبة والدكتور ودعوة الدكتور ياسمين جاء على أنها لم تكن بيننا الآن نظرا لاستلامها اتصال مهم لحضور اجتماع مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أريد أن أسلط الضوء على تسميننا وتقديرنا للفكرة من هذه الجائزة التي تلتمس وتلامس موضوعا مهما جدا فيه وهي التنمية البشرية وأيضا وما يطلق عليه بالعمل الهدف الأساسي الذي نقدمه الآن هي المضي قدما في جدول أعمال التغير المناخي والانتقال إلى مرحلة التنفيذ ومن المهم جدا أن نشجع الأفكار الإبداعية والمبتكرة وأن تكون أكثر توسعاً وتساهم في تحقيق الأهداف. كما تعلمون جميعاً نحن في تحدي كبير كيف لنا أن نربط مع التغير المناخي وأثاره ونحن نؤكد جميعا كيف لنا أن نصل إلى مرحلة التكيف والتخفيف من حدة المناخ. إذا ندعو إلى البيئة وأن تكون البيئة مناسبة وآمنة للأجيال القادمة. لذا أثمن على كافة الجهود المبذولة هنا وتعاوننا الكثيب والدعم من جانب سمو الأمير عبد الله. وأعتقد أن هذا الأمر لابد أن نأخذه ونمضي بقدما ونواصله ونعززه ونوسعه ونكون قصة نجاح يتم شرحه وتقديمه والاحتفال به اليوم. لابد أن يكون هو نقطة تحول كبيرة ونقلها إلى البطولات والمشروعات الأخرى لأن تكون إلى ننتقل إلى مرحلة التنفيذ. ومرة أخرى أريد أن أتوجه بالشكر لكم جميعا على هذه الجهود وأن نريد أن نواصل استمرار ونستمر في تعاوننا لبيئة ومستقبل أفضل للشباب. ونعتذر باسم الدكتورة ياسمين لعدم كونها موجودة معنا الآن وشكرا لكم.